طبعا نبارك للريان ومحبين الريان وإدارة الريان واللاعبين والجهاز الفني أيضا. هذا الفوز المستحق اليوم. الريان ذكرت أنا أمس أن الريان جريح وجاي من مباريات أو نتائج ثقيلة، هزائم، 3 هزائم طبعا مختلفة في الدوري وفي كاس قطر وفي الأسيوية. والريان يعني جاء هذا الفوز في وقته، لأن الريان ممكن أنه يتعثر، ممكن أنه يخسر، ولكن الخسائر إذا استمرت تولد مشاكل كثيرة في الفريق. ولله الحمد مثل ما ذكر أخوي عبد الله، أنا أمس حضرت التمرين، كان في هناك اجتماع أول أمس بين اللاعبين أنفسهم، وهم عارفين أن هناك كان في تقصير منهم في المباريات السابقة، وأيضا كان في اجتماع بين المدرب واللاعبين، وحسيت من التمرين أمس أنهم قادرين أنهم يقدمون شيء، لكن النتيجة في يد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قادرين أنهم يقدمون الأفضل. الريان اليوم لعب مباراة تكتيكية واضحة، سكر المناطق على والمساحات على نادي الدحيل، واستطاع أنه يسجل هدف واحد ولله الحمد وياخذ 3 نقاط. طبعا الريان لازال على بعض النواقص اللي فيه كفريق، لازال في المنافسة بينه وبين المنافس أو المتصدر نقطتين، وبينه وبين الثالث السد نقطة، لازال هو ثاني أفضل هجوم، ثاني أفضل دفاع. فالدوري راح يتوقف الفترة القادمة أيضا في مباراة QSL ومباراة الكاس. أنا أعتقد أن الريان إن شاء الله راح يقدم الأفضل خلال الفترة القادمة،